تحياتي لكل عم بتابعوني عبر موقع فوشيا وحابين يعرفوا اخبارنا الفلكيه لهذا الاسبوع. ونبدا مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، قد تكون عم بتفكر انك تواجه شريكك وتحاسبه على بعض الامور المتعلقه بعلاقتك فيه لتحديد مصيركم سوا. واما مهنيا عم بتعيش بعض الضغوطات، ولكن منا خطرة أبدا ولا إلى أي تأثير على مستقبلك المهني ومستقبلك الوظيفي، وكمان أبدا ما بشوف أي خطورة حتى على مشاريعك القادمة، بالإضافة لاهتمامات مالية ومتابعات طبية بانتظارك. مولود برج الثور، انتبه عزيزي مولود برج الثور من الوقوع ببعض النفقات الطارئة. وأما مهنياً تبدو مستاء من الظروف الحالية والمعاكسات اللي عم بتعيشها. وأما عاطفياً لا تسرع في إطلاق حكمك وأحكامك على الشريك، وافتح المجال بعلاقتك معه بطريقة معينة أو بطريقة أنت بتشوفها مناسبة. مولود برج الجوزاء، يبدو أن وضعك المهني مقبل على ارتياحات وكمان على تقدم سريع. وأما عاطفيا قد تعيش بعض الضغوطات النفسية والحيرة بعلاقتك مع الشريك، بالإضافة لحلول ورقية أنت بانتظارها. مولود برج السرطان، تبدو الحظوظ واعدة على الصعيد المهني وكأنك مقبل على فترة مصيرية مهنيا. وأما عاطفيا فقد تتوصل إلى حل غير مرضي بعلاقتك مع الشريك، ولكنك ممكن تكون عم بتراهن على عنصر الوقت لاسترجاع العلاقة أو حتى لتمتين العلاقة بينك وبين شريكك. مولود برج الأسد، عم تشعر ببعض الاطمئنانات على الصعيد المهني، ولكنك كمان مقبل على تغيير بموقعك المهني، وممكن تتلقى بعض العروض الجديدة وتبقى مردد وخايف، وكمان عم بتفكر وين بتاخد هيدي أو بتاخد هاي، بتاخد هالفرصة أو الفرصة التانية. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن صلح وعودة إلى الشريك السابق. مولود برج العذراء، ممكن تشغلك بعض التعديلات والتصحيحات بوضعك المهني، بالإضافة لاهتمامات مالية ومصاريف ضغطة. وأما عاطفيا فدير بالك من أنه تتأزم العلاقة ما بينك وبين الشريك. مولود برج الميزان، لا تحاول تسريع خطواتك المهنية حتى ما توقع ببعض الأخطاء، فأنت مقبل على مداخيل مادية واستقرار وأفكار جديدة مطروحة للبدء بالتنفيذ فيها. وأما عاطفيا فما تتجاهل أو تستخف بمطالب الشريك لإلك، حرصا على استقراركم العاطفي، وبالإضافة كمان لإهمال بيتعلق بوضعك الصحي. مولود برج العقرب، ممكن قد تستغرب من تصرفات الشريك معك واهتمامه فيك، وكأنه لربما تعيش أنت بعض الشكوك والمخاوف بعلاقتك معه. وأما مهنيا قد تسعى لخلق أجواء مهنية أكثر ارتياحا واستقرارا بسبب الاقطاعات والظروف والمنافسات والتحديات، وربما التحديات والاعتداءات على حقوقك من الناحية المهنية، وهذه الفترة كانت ضاغطة جدا عليك من الناحية النفسية. مولود برج القوس، يبدو أنك مقبل على ارتياح مهني، وكمان لربما تكون وكمان ارتياح مهني، وأنت مقبل كمان على فرصة جديدة، فرصة عمل جديد أو عقد عمل كمان جديد فينا نقول، وكمان رح تحقق نجاح في كسب مودة مرؤوسينك في العمل. وأما عاطفيا عم تفرض على شريكك وجهة نظرك وآرائك وربما شروطك لإحياء علاقتك فيه. مولود برج الجدي، قد تكون أوضاعك المهنية مرتبطة بالأجواء المحيطة فيك، وربما تتأثر وتلاقي بعض التراجعات، ولربما تعاني من بعض التأخيرات للحصول على النتيجة اللي أنت فيها، أو للحصول على منصب أو ترقي أنت كأنه في تلميحات حوالين هالمنصب أو الترقي يلي مفروض تكون من حصتك. وأما عاطفيا قد تركز على تلبية مطالب الشريك بأمور بتتعلق بعلاقتكم وبمصيركم سوا. مولود برج الدلو، ستنتهي من فترة اللا استقرار والقلق اللي كان مسيطر عليك بحياتك المهنية،
وأما عاطفيا فما زلت عم بتعيش بعض التقلبات والتحفظات والتي تبدو مؤقتة، يعني ما رح تروح لوقت كتير بعيد، بالإضافة لمتابعات طبية قد تضطرك لاتباع حمية غذائية معينة. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت، قد تتلقى بعض الإشارات الإيجابية من طرف الشريك واللي بتوحي لإلك بحبه العميق، وأما مهنياً يبدو أو تبدو أهدافك المهنية ممكن تتأخر شوي بسبب حركة الركود والأجواء المحيطة والمرتبطة فيك وبمحيطك المهني. هذه كانت قراءتنا للأبرج 12، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. لكل على بالهم تواصلوا معي عبر الواتساب على 0961-81-35-10-01 والرقم الثاني 0961-71-77-85-86. أنا جمانة وهب، ودعكم وبقلكم لقوني بحلقة جديدة، تضلكم بألف خير وباي باي.